جن الناس يابا، فين مخزن الألف جلدة وجلدة؟ انتو مين؟ يا عم أنا عدوي، عدوي صياد التمسيح، ودي عاشر مرة تسألني السؤال ده؟ لا، 11 مرة. يعني انت فاكر؟ فاكر ايه؟ فاكر كم مرة سألتني؟ سألتك ايه؟ يا لهوي، اني حاسس ان دماغي اتلحست. انت شكلك راجل حويط وعاوز تتوهني. انت لو ما قلتش فين مخزن الالف جلدة وجلدة اني حموتك. انطق، فين المخزن؟ انطق. انتوا عايزين المخزن؟ ايوه. مخزن ايه؟ يا لهوي. انا مش عاوز اتاكل، الحقوني. ودي صوتك يا خالي، كده التماسيح هتسمعنا. ما هي كده هتجيلنا. اني جاتلي فكرة. فكرة ايه يا بكار؟ تحب نروح احنا للتماسيح بدل ما التماسيح تجيلنا؟ جرب كده راس التمساح دي. صح صح يا بكار، انت تعمل نفسك بتتاكل فهم ما يجوش ياكلونا. يا خالي انا بحاول اقطع الحبل بسنان التمساح. افارم عليك يا بكار، بس بسرعة بسرعة يا بكار، انا شايفهم بيقربوا قوي.